رسول الله السلام عليكم جميع شهداء كربلاء خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا زينب بنت علي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان عرب والعجم يا علي بن موسى الرضا كن شفينا وشفي والدينا في يوم الجزاء السلام عليك أختك الفاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا تفسير الفرقان الأمان 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 من فتن الزمان وشر الشيطان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على